أنا متربي وسط فلاحين زي ما بكرر دايماً، ابن قرية، ما كانش عندنا غيط وبهايم، بس كنت متربي بين رجلين الفلاحين، وحياتي كلها تقريباً قضيتها في الغيط وأنا طفل. وأنا في الغيط كنت بسمع دايماً مثل بيقولوه أهلنا الفلاحين، بيقولك العواشر ما بتتنطحش، يعني الجاموسة العشر الحامل ما بتنطحش جاموسة تانية، ما بتتخنقش ما بتتشاكسش، عشان مش حمل خبطه هتسقط. وجات التجارب اللي مريت بيها في الحياه عشان تؤكد المعنى ده، ان كل ما ظهرك تقل خطوتك بتتقل، وكل ما خطوتك تقلت حذرك بيكبر وخوفك بيكبر وجبنك بيزيد. وبالمناسبه ده تطور طبيعي منطقي، يعني وانت بطولك غير وانت متعلق في رقبتك ناس ومسؤوليات، لكن للاسف الشديد في غلطتين بنرتكبهم في حياتنا، انا ارتكبت واحدة منهم، والتجارب علمتني ان الذكي اللي بينتبه ليهم كويس جدا. الشيء الاول هو الخوف من التجربة والتعلم والحركة والسفر، بس ده لازم يكون في الوقت المناسب وانت لسه خفيف قابل التعلم، خسائرك على قدك. وانا هنا برضو بكلم الاباء والامهات اللي بيحاولوا بحسن نية يجنبوا ولادهم تجربة ويدوهم خلاصتها، ده مش صح. لو الولاد ممروش بده دلوقتي واكتسبوا خبرات في سنين مناسبة، مش هيسمح لهم تقل خطوتهم ان هم يمروا بيها بعد كده، وهيأثر عليهم. وارد جدا جدا جدا، وده اخطر، يمروا بيها في الوقت الغلط وتكون مشكلة، مشكلة كبيرة بقى، اكبر مشكلة الاولانية. والحقيقة بنشوفها كتير، راجل كبير بيعمل مغامرات وتجارب لا لشيء إلا أنه اتحرم منها وعيل صغير. فنصيحتي الأولى لصديق اللي بيسمعني ويمتلك فرصة، فرصة للسفر، لشغل بعيد، لغربة، لدراسة حاجة وعنده وقت تويته خفيفة، أنه لازم يفهم أن في وقت مش هتعرف تعمل حاجات كتير جدا 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 حضرتك مأجلها. اسمع مني وبص في الدنيا وشوف. خطأ التاني، وده للأسف أنا وقعت فيه بنفسي، وحذركم إنكم يعني تبقوا زي حالاتي وتقعوا فيه، هو إن أنا بهمتي بتنطح وهي عشر عادي مفيش حاجة، يعني فكرة الدراع اللي بيوجعني أقطعه دي شعار بالنسبة لي. أنا للأسف الشديد وبقولها بكل أسف إنسان ما عندوش نقطة ضعف، والنتيجة كانت إن ولادي وأهلي تحملوا حياة شبه الحلزونة اللي في الملاهي كده. كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا كبير وداوى كتير جدا من أخطائي، بس أنا غلطت كتير ودخلت أنطح في حاجات من غير ما انتبه إن وجودي وأماني بيمدوا ناس تانية كتير بالاستقرار. على الأقل أبويا وأمي قلبهم ياما توجع عليا، ومراتي ياما باتت ليالي مش لطيفة، وده كان غلط كبير جدا مني. أم عطية الله يرحمه كان بيقولها دايما، بهيمة العشر ما تنطحش، فمش جبن انك تفكر مرتين ولا انك تحسبها بهدوء. عندنا نقط ضعف، عندنا مسؤوليات، احنا اجبن من الاول، بس ده مش عشان انا ضعيف ولا مخوخ، لا ده عشان انا مسؤول، مسؤول لان فاتورتي هيحاسب عليها معايا ناس تانية مش بطولي. وعدل ربنا بيقول ان اللي يحاسب على فاتورة يختارها، مادام في ناس تانية هتحاسب فلازم هم كمان يتاخد رأيهم، وما بقاش بنطح بطولي. وبرضو مش معنى كده انك تنافق وتغش وتكتم كلمة الحق وما تدفعش ضرائب واستحقاقات ضميرك عليك، لا تدفعهم، بس الحياة علمتني، تجارب علمتني ان ذكاء البني آدم لما يعرف امتى يقول وامتى يسكت، امتى يشور وامتى يقطع، وانه يفهم مسؤولياته كويس فيعمل اللي زمنه يسمح له بيه ومسؤولياته تسمح له بيه، غير كده العواشر ما تنطحش.